لو عايز تشتري هارد اس اس دي ومش عارف تشتري اي نوع ومش قادر تحدد ايه النوع المناسب ليك، او بتعمل تجميع على جهاز كمبيوتر وبتختار الهارد بتاعك ومحتار هل تضيف هارد ديسك عادي فقط ولا تضيف كمان هارد اس اس دي، النهارده انا هقولك ايه انواع الاس اس دي والاختلافات ما بينهم وتأثيرهم على البرامج والالعاب او الجهاز بشكل عام، وده هيساعدك ان انت تقدر تختار الاس اس دي المناسب ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس هاني غني. قبل ما اتكلم عن انواع الـ SSD والاختلافات ما بينهم وان انت ازاي تختار، خليني الاول اجاوب على سؤال مهم، وهو ايه فايدة الهارد العادي وليه لازم استخدم هارد SSD؟ الهارد العادي زي ما احنا شايفين بيكون منه مقاسين، مقاس الـ 3.5 انش ومقاس الـ 2.5، وده بيكون في الاجهزة العادية، والصغير بيكون معظمه في اللابتوب. المعلومة اللي بتهمني هنا هي سرعته، او بشكل ادق سرعة القراءة والكتابة. يعني مثلا لو انت بتفتح الويندوز دي بتكون عملية قراءة للبيانات والملفات السيستم عشان يقدر يفتح معاك، لو انت مثلا بتفتح لعبة او برنامج بتكون برضو عملية قراءة، ودي اللي بتاخد وقت معاك وانت بتفتح اي حاجة. طيب لو انا مثلا بنسخ ملف من مكان لمكان، دي بتحصل عملية قراءة ثم عملية كتابة، فسرعة القراءة والكتابة للهارد ديسك هي اللي بتحدد بشكل كبير جدا سرعة الجهاز اللي قدامي وسرعة استجابته للمهام اللي انا بديها له. وهنا في الهارد ده بتكون السرعة ما بين 75 ميجا ل 100 ميجا في الثانية، دي سرعة قراءة وكتابة، وده بيرجع لأن الهارد العادي بيشتغل بشكل ميكانيكي، يعني فيه عدة اسطوانات وعليها إبرة، الإبرة دي بتتحرك تقوم بدور القراءة والكتابة. وهنا سرعة قراءة وكتابة للهارد ديسك بتعتمد على عدد اللفات، فهنلاقي ان الهارد 5400 لفة بيكون سرعة الكتابة عندي او القراءة 75 ميجا في الثانية، و 7200 لفة بيوصل ل 100 ميجا في الثانية. يعني استخدام الهارد العادي اصبح للتخزين فقط، ولو انت هتستخدم الهارد العادي للالعاب او البرامج فانت اكيد هتعاني، لان هنعرف بعد شوية سرعات الـ SSD اللي بتفوق السرعة دي بكتير جدا. اما الـ SSD فهو مش بيشتغل بشكل ميكانيكي، هو بيشتغل بطريقة مختلفة، هو عبارة عن مجموعة من الفلاش ميموريز اللي بتكون مثلا من نوع ناند، وبتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا هتكلم عن اشهر 3 انواع للـ SSD، وهوضح لك الاستخدام الامثل لكل نوع، وانت اللي هتقدر تحدد انهي نوع اللي تشتريه، وعشان كمان ما يحصلش عندك بوتل نيك او عنق زجاجة، وهشرح في اخر الفيديو ايه هو البوتل نيك وازاي بيأثر على اداء الجهاز بتاعك وكمان ازاي تتجنبه. اول نوع هو الـ SSD التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هو بالشكل ده وبيكون مقاسه 2.5 انش، وبتكون سرعة القراءة والكتابة فيه بتتراوح ما بين 200 ل 550 ميجا، وما بتتعداش السرعة دي. فممكن تلاقي هارد SSD من سامسونج سرعة القراءة والكتابة فيه مثلا 500 ميجا، مع ان ممكن تلاقي هارد تاني ويسترن ديجيتال سرعة القراءة فيه بتكون حوالي قراءة والكتابة بتكون 250 ميجا مثلا. فهنا لازم لما تيجي تشتري هارد SSD من النوع ده لازم تعمل سيرش وتدور وتتأكد سرعة القراءة والكتابة للموديل ده كام بالتحديد، لان الانواع كتير وبتختلف. لو انت استخدامك بسيط فانت هتشتري ارخص SSD في النوع ده، وهتكون سرعة القراءة والكتابة فيه ما بين 250 ل 300 ميجا، وهنا هيفرق معاك في استجابة الجهاز هتكون افضل وفتح الجهاز هيكون اسرع. اما لو انت بتلعب العاب او بتستخدم برامج تقيلة فيفضل ان انت تشتري SSD باقصى سرعة ممكنة، اقصى سرعة للقراءة والكتابة اللي هي مثلا في نوع سامسونج مثلا بتوصل ل 500 ميجا. وقبل ما ادخل على النوع التاني، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها. وندخل على النوع التاني اللي هو M.2 SATA version، وانا بسميه SATA version، وهنا سرعته بتكون ما بين 200 ل 550 ميجا وبيكون بالشكل ده، ولكن كل الاختلاف عن النوع السابق ان هو بيحتاج ماذر بورد خاصة او ماذر بورد تكون حديثة عشان تكون بتدعم السلوت ده. اما النوع الثالث وده النوع المفضل ليا هو M.2 NVMe version اللي بيكون شكله كده، بيختلف اختلاف بسيط عن النوع الساتا version، وفي كتير بيتلخبطوا لان بيبقوا الاثنين بيطلق عليهم M.2، ولكن في اختلاف ما بينهم في M.2 SATA version و M.2 NVMe version،
وفي اختلاف كبير جدا في السرعه، لان ده الاسرع حاليا، بتوصل سرعته ل 3500 ميجا في الثانيه. وهنا لازم ناخد في الاعتبار سرعه ال 4K، او بشكل ادق القراءه والكتابه لملفات ال 4K. ولو انت كنت بتشغل برامج تقيله او برامج فيديو اديتنج، فهيكون ده الاختيار الامثل لي. ودي كانت نتيجه سبيد تيست عملته ما بين هارد ديسك عادي و SSD و M.2 NVMe فيرجن. هنلاقي الاختلاف كبير جدا ما بين الهارد العادي والـ NVMe فيرجن، وهنا خلاني اقول ان الهارد العادي اصبح للتخزين فقط وما اقدرش ان انا اشتغل عليه. نيجي للبوتل نيك او عنق الزجاجة. فلو انت مثلا بتلعب لعبة او بتشتغل على برنامج، فالجهاز بيقوم بمعالجة الداتا اللي هي بتكون في الحالة دي اللعبة اللي انت مشغلها او البرنامج اللي انت مشغله، وبتمر الداتا على وحدات الجهاز الداخلية لتتم معالجتها. فلو افترضنا مثلا ان معدل نقل الداتا ومعالجتها مرتبط بوسع الماسورة اللي ظهر قدامنا دي دلوقتي، فهنلاقي ان الداتا بتمر من الـ SSD للبروسيسور لكارت الشاشة بشكل سلس وبسرعة. اما في حالة لو الهارد بتاعي كان بطيء، فهنا هيحصل عنق الزجاجة اللي انت شايفه ده، وهتمر الداتا ويتم معالجتها بشكل بطيء في الهارد ديسك، مما يجعل الجهاز بالكامل بطيء، لان البروسيسور منتظر الداتا اللي بتتقري من الهارد ديسك، وبالتالي كارت الشاشة ايضا منتظر برضو الداتا دي. نفس الموضوع لو عندي البروسيسور هو اللي كان بطيء، فالداتا هتتقري بسرعة من الهارد، ولكن مرورا بالبروسيسور هيحصل عملية بطء كبيرة جدا على ما البروسيسور يقدر يعالج الداتا دي ويعمل لها المعالجة المطلوبة. وهنا بيحصل عنق الزجاجة بالشكل ده. فممكن يكون اللي بيسبب عنق الزجاجة سواء الهارد ديسك او البروسيسور او كارت الشاشة، ولكن من اشهر الحاجات حاليا اللي بتسبب عنق زجاجة او بوتل نيك هي الهارد ديسك العادي، لو انا بستخدم هارد ديسك عادي، عشان كده لازم استخدم SSD. خلاصة موضوع البوتل نيك وازاي تتجنب ان يكون عندك بوتل نيك تماما، لازم تاخد في الاعتبار ان وحدات الجهاز تكون منسجمة مع بعضها، ما يكونش مثلا في كارت شاشة قوي جدا مع بروسيسور ضعيف فيسبب لك بوتل نيك، او ان انت تكون عندك جهاز قوي جدا بس مشغل هارد ديسك عادي، فهنا البروسيسور مش هيفيدك ولا كارت الشاشة هيفيدك، لان الهارد نفسه محجم الجهاز. وهنا ممكن يتسبب ان الجهاز اداؤه ما يبقاش كنت متوقع، ويبقى بطيء وانت كنت متوقع غير كده. لو انت غيرت الهارد بتاعك لهارد SSD، او ضفت هارد SSD بجانب الهارد العادي، اكتب لي تحت في الكومنت فرق معاك في ايه، وايه نوع SSD اللي انت اشتريته. كمان لو انت بتعمل تجميع لجهاز كمبيوتر وعايز رأيي، اكتب لي تحت في الكومنتس مواصفات التجميع وايه هو استخدامك، هل هيكون للالعاب ولا هيكون العاب بسيطة ولا هيكون فيديو اديتنج، وانا هقول لك رأيي، وهل في حاجة في التجميع هتعمل بوتل نيك ولا لأ.